قودة ما عارف مدير وعارف ما فيهاش الخير وتسمع كرك خوي الزين غدا تدوز عند الوكيل القودة ماشي هكذا عندكش قودة بحالي التانتا تعاودة وعاودة بالمعاودة غي كان حس بالغدر في البريكات قلب بالمحضرش مع الخراك يدخل في الشجر رجع الله ضرب قيوة وتمنظر وخاش شمني بوهدي رفع قليطاش ما هي شي علاج وش قاسم وربطة بفاسمة أخويا راجل وسط رجال كان بانو كبار واحد الكليب متلاشة تصورو فيه شي داري صغار واحد زيرو مي فوازان قيمة لسبعمية دخل باش غنصوفي مي فوازان جبتها جوتون كادو السطح اللي قلت ليها طيح سمي لعبتها كولور خرجت نقود الريح هادشي ماشي خليجي ديال لوروب وعرقان وباش تبلع على الحمار شحال ضربات ديال الطرقان رابينو بين زاكي خايحت باكي رابينو بين شليحة اخويا غير روح رابيني وبين المطر غير ساكي وبيني وبين بنادم كلاك الاول كيدوخ بلا ما تحاول تخسرني انا نخسر راسي اتموت لقيتي راسي اخويا مطوخة راسي انت كتكونسومي في الباصي انا اللي كان باصي واخا يكون باق قلوة مع هاد القلاوي غادي تقاسي كتقول كي دار لا كنقول لك كيسقل هادشي كامل الصاد راه خاصو غيعقل نسي فاش كيطلع كيولي كيزبل نسي فاش كيهبط سول عليه في شي جبل حتى من حياتنا كاشفة حلاقة من ناشفة الريسك ما كيبغي الخوت لا عشترها للاصفة صاحبي قلب حديدة ما كرهتش حياة جديدة نخوي القلب من كلشي نخليه فيه غير الوليدة كتقول لي اش بيك كتقول لي اش بيك كنقول لك الله يطلق صراح خويا البيك كتقول لي اش بيك كتقول لي اش بيك كنقول لك الله يطلق صراح خويا البيك عارفيني مالاد وهي تي صالاد وباش تقضي الغراض عيط على كامارات ارى الفلوس وخذ لي مونتيف قبل ما نجيبها طويله الحبس مغرب زاكي راه فيلا جربت راسي في كاع الحوال ما لقيتش راحت البال ونوض تقود من حدايا كلشي ولا فعل فعل عيس زواني الكاريزما ديال الحسن الثاني وجوج دريال حشمتني معاك اخي السوداني عشرة ديال التصاور صغيرة عليه لا فلاطاي وغي ندخلو على المونتيف خاصتنا نقسمو الطباي خويا من اللحم يكل باش ولي غور في خاطر بويزكا ولا شراع محي السلام لقيت من اللول خويا